الشعور ديالك اليوم منتخبك تأهل لنهائي المونديال؟ كيف ما كان متوقع اخي محمد، المنتخب الوطني قدر يتصدر دار الصداره ويحقق النقاط المهمه. ثاني ان الشعب المغربي، شنو الرساله ديالك تجاه اللعابه؟ شنو كتقول لهم؟ اللعابه كنشكرهم جزيل الشكر، وكنشكروا الطاقم التقني، وكنشكروا الطاقم الرياضي كامل كافه. شكرا شكرا. سعداء تمام السعاده ايها السيدات والساده، فرح بلا حدود بفوز الاسود، فرحه تتكرر بعد ثلاث عقود. نحن هنا في مدينه طنجه العاليه نعبر جميعا، صغيرا كبيرا، طويلا قصيرا، اميرا غفيرا، على فوز المنتخب المغربي، ومزيدا من التالق، مزيدا من العطاء، مزيدا من النصر. كم نحن محتاجون لهذه الفرحه، كم نحن محتاجون لهذه السعاده. طنجه تحتفل، فرحنا الفرحه، كنقولوا لهم كانوا رجال، وكنتمنوا من الله يزيدوا قدام. مفرح المغاربه والعرب كاملين، المغاربه يستاهلوا الفرحه، باقي فرحه تحرير المسجد ان شاء الله. شعور الفرحه الخاور جميع المغاربه اللي وصلنا لهذه المرحله، واحد الانجاز للتاريخ، فرحنا كاملين، وان شاء الله نزيدوا القدام، نطلع وديما مغرب ديالنا وعاش الملك. انا فرحت اليوم بزاف بزاف، واخا كانوا في الاول كانوا خالعيننا، ولكن صراحه طوب 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 مزيان. اي والله الانسان اللي كتوجد اللاعب صراحه برافو ليلو، برافو ليلو، والله العظيم برافو برافو برافو. صراحه شعور لا يوصف، فرحنا بزاف، وكنشكر المنتخب المغربي اللي فرحنا، اللي كنا محتاجين هذه الفرحه هذه، وشكرا لهذا الجمهور هذا كامل. السلام عليكم، حنا جبرتنا اليوم صاحب الكومه، كيف ما كتشوفوا دابا حنا اجواء رائعه بزاف، تبارك الله المغاربه كلشي فرحان، تبارك الله على الدراري ديالنا اسود الاطلس، نبغيو نشوفكم فوق الفوق ان شاء الله يا ربي. اول حاجه مبروك المنتخب الوطني تاهل ترتم النهائي، فرحنا بزاف على التاهل هذا، وفرحونا الشعب المغربي بصفه عامه، والحمد لله هذه الليله ما نعسينش، وتنينا هذه اللحظه مده 36 سنه بعد 36 سنة من الانتظار، نجح الأسود أخيرا في تحقيق المراد وبلوغ ثمن نهائي المونديال. تأهل مستحق أدخل البهجة والسرور في نفوس الجماهير المغربية، وفتح شهية رفاق زياش نحو تحقيق مزيد من المفاجآت في هذا العرس المونديالي. محمد بن موسى، سفيان العشاب، طنجة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.